مشوارها قد يكون طويلا في نظر البعض، أما في نظرها فما زال أمامها الكثير حتى تصل إلى قمة النجاح. الطريق طويل وقد تعترضه بعض العقبات والتحديات، ولكن الإيمان بالهدف والتفاؤل هو ما جعل الطريق ممهدا أمامها. يعني ما في يعني كأي طريق الواحد يشقه يعني ليصل إلى هدف، وبيكون في تحديات، في صعوبات وفي لحظات جميلة. كيف واجهتي هذه الصعوبات؟ يعني طالما إنه الواحد بيكون مؤمن بالهدف اللي بيوصل له، لابد إنه يتحمل كل الصعوبات اللي تواجهه. فأنا أعتقد يعني إحنا بالطريقة هذه ربيت إنه لا أستسلم، وما فيش حاجة اسمها يأس، ولا في حاجة اسمها أسلم بأنه هذه القضية صعبة أو هذا المشوار صعب، لكن لابد أن الواحد يجده يعني، ولابد أن تواجه صعوبات، يعني هذا السير الطبيعي للحياة. خلقنا إنسانا في كبد، فهذه يعني واحدة من الأشياء اللي تخلي الواحد يحس أنه اللي بيمر به ما هو شيء استثنائي. قد يكون المحيط اللي حوالين الواحد يشعر بأنه هذه الصعوبات استثنائية، وقد تكون الصعوبات تزداد صعوبة كل ما كان الواحد طموحاته أكبر، وكل ما كان الهدف اللي بيوصل له أكبر، فهنا تتوسع أكبر وتصير المساحة شوية. تحدثنا عن علمها وإنجازاتها التي قدمتها طوال الفترة الماضية، فلا بد أن اهتماماتها بالتاريخ وأبحاثها المتواصلة عن المرأة قديما وحديثا قد تكون سرقتها قليلا من حياتها الاجتماعية، إلا أنها فاجأتنا بقدرتها على المزج بين حياتها العملية وحياتها الاجتماعية. يعني أنا كنت الحمد لله قادرة على أني أوفق ما بين الاثنين بشكل كبير، أو في الواقع يمكن حولت كثير من حياتي العملية، حولت كثير أو مزج بينها وبين الاجتماعية. يعني كثير من مثلا مناسبات خلينا نقول يعني لقاءاتي بالصديقات أو بالمجتمع بشكل عام بيكون من خلال عمل من الأعمال يكون، فبالطريقة دي الواحد يعني وافقت بين الاثنين، العمل والحياة الاجتماعية. صار في توفيق. طبعا احنا متكلم، أنا ما متكلم في يعني الحياة الأسرية، متكلم حياة الاجتماعية الخاصة. يعني الواحد بيوفق لما يكون أكيد بيكون على حساب كثير من وقتي وجهدي ولحد كبير حياتي الأسرية، لكن لما يكون عندك أيضا شريك يعني متفهم وأسرة متفهمة، وكمان أنا في عندي تحديد الأولويات، يعني الواجب الاجتماعي هذا درجة أهمية وأولوية وديك الساعة أقدمه، لكن طبعا مو كل التزام اجتماعي الواحد ممكن يلبي، ضروري أنه يلبي. إن معادلة النجاح صعبة، فالنجاح يحتاج للاستمرارية، والاستمرارية تحتاج إلى الإيمان بالعمل. وبين هذا وذاك قدمت لنا الدكتورة هتون خلاصة تجربتها وأسرار نجاحها. أعتقد أنه من الوصفات المهمة ما مسألة عدم اليأس وعدم الاستسلام أمام التحديات، والإيمان بأنه كثرة الدق على الحديد يلينه. أنا أعتقد أنه برضو من يعني من الأشياء اللي ساعدتني كثير في مسيرتي مسألة الاعتماد على النفس بشكل كبير. يعني ما أعتبر إنه يعني سواء من الناحية العلمية ولا من الناحية العملية، أحرص دوما على إنه أتعلم الحاجة اللي أنا محتاجة لها، مش أعتمد على الاستفادة من آخر. على سبيل المثال في مسائل يعني دراستنا في التاريخ القديم وفي اللغات القديمة وفي الأشياء هذه، بتحرص قدر الإمكان إني ما أعتمد على الترجمة، أحاول إني أتعلم اللغة اللي أنا محتاجتها بنفسي، أحاول إني أصل إلى
العلوم المساعدة بنفسي، أحاول أتعلم إذا كان مثلاً أبغى أعتمد على نفسي في الكتابة، بالتالي أتعلم طباعة، أتعلم على الكمبيوتر، أتعلم حاجات اللي العلوم اللي تقدر تساندني بنفسي، بحيث إنه ما أفضل دائماً إني عالة على على غيري. أبغى مثلاً أوصل للمكان الفلاني وأنا في الخارج أتعلمت السواقة مثلاً، ما أقدر أعتمد على على آخرين في أن يقودوني أو ينقلوني من مكان إلى آخر. عندما ذهبت إليها كانت تدور بمخيلتي العديد من الأسئلة. من منا لا يعرف الدكتورة هاتون الفاسي، تلك المرأة التي استطاعت أن تكسر كل الحواجز وتنطلق بثقة واقتدار لبناء طاقاتها بذاتها وتنمية قدراتها على العطاء. في فرق ما بين طلب المساعدة وما بين الاعتماد على الآخرين، فأنا هنا هذا اللي بفرق فيه. أنا حاول قدر الإمكان أني أستغني عن الاعتماد على الآخر بإني أبني طاقاتي بنفسي كويس، وأكون يعني حيث أني إذا كنت في أي موقف ما أشعر بإني مهيدة الجناح. حتى يعني حتى يعني ضربت لك مثال قبل كده، ومثلا في سفري مع ابني حاولت قدر الامكان اني اعتمد على نفسي في السفر لحالي معه، بحيث اني ما اقدر ما اشعر باني مكبله او اني غير قادره على التحرك او اني بحاجه دائما الى مساعده او الى احد يعني يرافقني وينقل لي اشيائي من مكان الى مكان. أجواد ذلك الطفل الصغير الذي ترى في عينيه براءة الأطفال وشقاوتهم، أضاف لحياة هاتون نكهة وطعما خاصا، ولم يقتصر دورها كأم على رعايته داخل المنزل، بل أصبح ملازما لها في كل تنقلاتها ورحلاتها الخارجية لحضور أي ندوات أو مؤتمرات عالمية، فدورها كأم لا يقف عائقا أمام أدوارها الأخرى. هو يرافقني في كل مكان، يعني من صغره، من يعني من يوم ما ولد، من أول شهر، من أول شهرين، من أول ما بدأت أخرج بعد الأربعين، وهو يرافقني في أي في جميع سفراتك، جميع سفراتي طبعا، لأنه أنا مرضعة، فبالتالي وما زلت حتى الآن، فبالتالي لابد أنه يرافقني في كل مكان. وبيصدف أنه ارتباطاتي العملية خارج المملكة كبيرة أو كثيرة فمتعددة، فبالتالي لابد أن يكون برضو ما معاي. حاولتي أنه طلب مساعدة من أي أحد في خلال سفراتك، مساعدتك في المرافق للطفل؟ يعني عندي أنا أطلب في الأماكن اللي أنا أوصل لها أن يكون في يعني في يعني في بيبي ستر ولا جليسة أطفال في الفندق اللي أنزل فيه، ولا في المؤتمر اللي أبغى أشارك فيه، أطلب منهم من توفير جليسة أطفال، يعني هذا الواحد يطلبه في حال لم يتوفر. إذا كان قالوا لي إنه ما حيتوفر أعتذر أصلاً عن تعتذري عن كل السفرة حتى لو كانت بالنسبة إليك مهمة. إيه طبعاً، يعني أنا دحين الأسبوع القادم كنت مدعوة لمؤتمر الإصلاح العربي الثالث اللي في الإسكندرية، ونظراً لأنه غير قادرين على توفير جليسة أطفال ما عندهم مكان في مكتبة الإسكندرية اللي يعني ممكن تقعد فيه الجليسة ومع طفلي، اعتذرت قلت لهم إلين ما توفروا تكون عندكم يعني خدمات مساندة للمرأة العاملة والمرأة اللي تبي تشارك في الشأن العام، دي الساعة الواحد يقدر يشارك معاكم في مناسبات عامة زي كده. يعني أنتي ممكن تلاقي أن المرأة تيجي على حسابها أكثر من أنه تيجي على حساب يعني في أولويات في هاي النقطة، مثلا طفلك بعدين عملك، ولا ممكن أنه أنت تحطي مثلا العمل بعدين الطفل؟ أنا ما بفكر فيها بطريقة دي، بس أنا في كل الحالات بحاول قدر الإمكان أنه ما أخلي علاقة يعني دوري كأم يقف عائق بيني وبين دوري كمواطنة وكمواطنة ولا كامرأة عربية لها أدوار برضو على المستوى الإقليمي. فأعتقد أنه يعني من هنا أحاول قدر الإمكان أني أوفق، بس طبعا في الآخر يعني زي موقف زي كده ما عاد في مجال إلا أني أنا والله أجيب، حيصير على حساب ابني، وأنا شوية هذه المسألة يعني ما هي مناسبة. ترفضي هاي الفكرة؟ أرفضها. وبعدين في نقطة تانية، يعني مسألة المبدأ، يعني أنا أعتقد أنه من المبادئ الرئيسية اللي لازم أنه منظمي المؤتمرات بشكل عام أنه ياخدوها في عين الاعتبار هي هذا الظرف الأم، وظرف ضرورة إنه النساء اللي بيدعوا أو النساء اللي بيشاركوا في هذه المؤتمرات أمهات أيضا، وإنه جزء من تمكين المرأة هو توفير حضانة لهم، توفير جلسات أطفال،
وتوفير خدمات مساندة من هذا النوع. فإذا كان أنتوا بتنادوا بالإصلاح ولا بتنادوا بالتمكين المرأة من غير ما يكون في هذه القنوات، فأنتوا هنا في خلل، في تناقض ما بين رسالتكم وما بين تطبيقكم العملي. فهي هي توجيه رسالة في نفس الوقت. يعني هل وجدتي نساء خريات عاملات طالبوا بهذه النقطة؟ لا، لكني أنا بديت حسيت أنه من خلال يعني لقائي بعدد من النساء اللي بيسألوني كيف قدرت تدبري نفسك، نعم. أو كيف مين اللي أخذ باله من أجواد، وأقول لهم أنه مثلا مؤتمر الفلاني متكفل وأنا هذا شرطته وكذا، فيعني بيندهشوا. أقول لهم هذا ضروري، أنه المهم أصبحت وسيلة، أصبحت طريقة لتوصيل رسالة. وكثير كل النساء اللي مشاركين واللي عندهم ظروف مشابهة أصبحوا إنه يحطوها في بالهم إنه لازم يطرحوها. لما يعني واحدة كانت من الزميلات اللي في مؤتمر قريب حضرته قريبا، كانت بتقول إنه هي راحت على مؤتمر وتكفلت بكل شيء على حسابها، بالرغم إنه كان مؤتمر خاص بالمرأة وكذا وكذا وكذا، ودفعت مبالغ هائلة لتوفير بيبي ستر لأطفالها. فقلت لها المفروض إنه فالمهم صار في خطة عمل بيننا كنساء إنه هذا مطلب المفروض يكون أساسي نطلبه من غير خجل، باعتبار إنه حق مش باعتبار إنه تفضل من الجهة اللي بتدعونا. أبحرت معها في عالمها الخاص وعادت بنا إلى الوراء لتتذكر رحلة عمرها ما بين هاتون أيام دراستها وهاتون امرأة اليوم، واختصرت تلك الرحلة بكلمة، وهي أنها ما زالت طالبة يدفعها الفضول إلى المعرفة للبحث عن المعلومة في أي مكان كان. أنا أعتبر نفسي طول فترة العملية وأنا طالبة يعني ودارسة، يعني ما انفصلت المسألة حتى بعد ما خلصت دكتوراه، ما زلت يعني طالبة علم. عندما عاد شريط الذكريات إلى زمن كانت تجلس فيه في مقاعد الدراسة، بدأت بحديثها عن تعليمها ودراستها. أنا بديت مرحلة الابتدائية، تنقلت في أكثر من بلد لأنه والدي كان عسكري وكانت لنا ظروف معينة يعني خاصة ما بين مصر ولبنان وما بين جدة والرياض، أوكي. فإلين وأمضيت سنتين مستمرة درستها في لبنان وأنا في مرحلة برضو الابتدائية، يعني ممكن تقولي من سنة 95 هجري إلين 95 ميلادي، من 75 إلى 95، هذه فترة مستمرة كانت في الرياض ما بين مدارس التربية الإسلامية، خلصت فيها الثانوي، بعدين جامعة الملك سعود تخرجت منها 406 قسم التاريخ، بعدين خلصت الماجستير برضو في الجامعة، بعدين قدمت للدكتوراه، فخلصت مرحلة الاختبار الشامل وكذا في جامعة الملك سعود. أيضا بدأت أعمل كمعيدة من سنة 89 أو 409، بعدين صرت محاضرة بعد ما خلصت الماجستير في 92. سنة 95 قطعت فترة يعني جاتني منحة بريطانية لإكمال الدكتوراه، فاعتذرت عن أو انسحبت من برنامج دكتوراه في الملك سعود وذهبت إلى بريطانيا، ثم التحق بالبعثة السعودية هناك يعني انهيت مرحلة الدكتوراه من جامعة مانشستر قسم دراسات الشرق الأوسط في تاريخ المرأة القديم سنة 2000 وعدت إلى الجامعة. منذ طفولتها وهاتون تعشق التاريخ وتقرأ كل ما تقع عيناها عليه من الكتب التي تتحدث عن الحضارات القديمة، وربما تكون وجهتها لهذا التخصص هو ما دفعها لاختراقه والإبحار فيه. يعني تاريخ أنا بالنسبة لي عشق طفولة، يعني أنا أعتقد أنه يعني مرتبط، أنا مقرر أن أدخل قسم تاريخ من أنا في سنة سادسة ابتدائي، يعني مثلا يعني كان القرار يعني من الصغر أحب التاريخ. أحب مادة التاريخ، أحب مدرسة التاريخ قبل بشرة، كنت يعني الله يذكرها بالخير كانت يعني تعز علي كثير. بعدين كانت يعني كنت يعني أنباهر بقراءة القصص التاريخية والمواضيع التاريخية خصوصا القديمة، الآثار، الأشياء هذه. في مرحلة الثانوي كنت أفضل أخش أتخصص آثار، بعدين صدمت لما دخلت الجامعة اكتشفت أنه ما في قسم آثار وأنه لازم أختار ما بين القسم المتوفر هو التاريخ. يعني كان عندك خيار ما بين الآثار والتاريخ بداية
قبل دخولك على الجامعة؟ لا ما كان خيار لأنه ما في قسم آثار للبنات بداية، يعني في كان في عندي يعني حب لي للآثار، كنت حابة أني أتخصص آثار، لكن جم باعتبار أنه هذا التخصص غير متاح للبنات، فبالتالي يعني تخصص في التاريخ. وبعد كده في مرحلة الماجستير ركزت على القديم. صحيح إنه القديم كان مرتبط، يعني كانت حاجة القسم إنه يبقوا معيدة متخصصة في التاريخ القديم، بس أيضا وافقت هوا في نفسي باعتبار إني مهتمة بالتاريخ القديم. أوكي، اهتمامي بالتاريخ القديم مرتبط باهتمامي بالجذور، بجذور المفاهيم، بجذور الحياة المعاصرة والواقع. أعتقد إنها مرتبطة كثير مرتبطة كثيرا بماضينا حتى نفهم. أنا يعني عندي مرتبطة فكرة إنه لكي نفهم الحاضر نحتاج أن نفهم ماضينا بشكل كبير. فإيش الماضي؟ الماضي ليس فقط المئة السنة الأخيرة، وإنما يعني أن الواحد إنه يغوص في الأعماق قدر الإمكان. وبعد كده طبعا تحولت إلى تاريخ المرأة لأنه مهتمة كنت بالحياة الاجتماعية، ووضع المرأة كان يهمني جدا باعتبار إنه أنا ليس فقط باعتبار إني أنا امرأة، ولكن باعتبار إنه المرأة السعودية لها خصوصيات ولا عندها تحديات مختلفة عن بقية العالم، والواحد عنده أيضا ونظرة أيضا لأنه يعني أوضاع المرأة المعاصرة مرتبطة ومتشابكة بشكل كبير بتاريخنا، بتاريخنا الإسلامي من جانب وتاريخنا ما قبل الإسلام من جانب آخر. قدمت الدكتورة هاتون العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالحضارات القديمة، وأكثر ما كان يشدها هو تاريخ المرأة ما بين العصر القديم والعصر الحديث. فما هو الاكتشاف الذي توصلت إليه بعد كل هذا البحث؟ طبعا هناك تشابه كبير ما بين في نقاط معينة ما بين وضع المرأة قبل الإسلام ووضعها في الزمن الحالي، وهذا طبعا مو كلامي أنا فقط، وإنما يعني دراسات كثيرة تثبته وتبين، مجرد يعني قراءة بسيطة في بالمقابل طبعا في هناك فرق شاسع. معروف إنه الإسلام أتى يعني كثورة اجتماعية، نهض بالمرأة وحولها من مجرد سلعة إلى إنسانة مسؤولة محاسبة، لها دورها في المجتمع، إنسان كامل الإنسانية مساوي في إنسانيته مع الرجل. لكن برضو من دراسة التاريخ الواحد يعني يلاحظ، ودراسة يعني كل العلوم المرافقة للتاريخ من علوم الفقه ولا الحديث ولا علوم السيرة، تجدي إنه في تدرج في التدرج نحو التضييق على المرأة أكثر وأكثر، ونحو إرجاعها إلى ما قبل الإسلام وإلى الفترة التي أو إلى القيود التي كانت يعني مقيدة بها قبل الإسلام، وبشكل رئيسي مشاركتها في الحياة العامة واتصالها بالمجتمع. هذه يعني تعتبر أكثر الأشياء، حرمانها من التعليم أو مشاركتها في التعليم، هذه كانت من أكثر الأشياء التي خسرتها المرأة بعد عصور الإسلام الأولى. يعني نعتبر المرأة تحررت من الكثير من القيود، تحررت من كثير من القيود مع ظهور الإسلام، مع ظهور الإسلام، ولكن بعد القرون الأولى يعني مع القرن الثاني الثالث الهجري، وبالتدريج يعني كل ما اتجهنا صعودا في التاريخ الإسلامي إلى العصر العهد التاريخ المعاصر، نجد أنه وضع المرأة يزداد تقييدا وانحدارا خلينا نقول، أو ربطا بينه وبين عدي كثير من العادات والتقاليد اللي السابقة للإسلام. في عندك برضو من العادات اللي في عادات أكشلي ما هي في الواقع غير إسلامية، لكنك أو حتى غير لم تكن موجودة قبل الإسلام ولكنها وافدة من حضارات أخرى. على سبيل المثال ولي الأمر بصورته الحالية اللي هو يقيد المرأة في كل يعني في